السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا عن الدولة القديمة. والنهاردة ما زلنا بنعمل استطرادات حوالين الأسرة الأولى والتانية. من أهم الألقاب اللي ظهرت في عصر الأسرة الأولى والتانية بارع، اللي هو القصر أو البيت الكبير، واللقب اللي أطلق بعد كده على ملوك مصر برعة. وبعض الناس بيقولوا إن كلمة فرعون اللي ظهرت في الكتاب المقدس ومن بعده في القرآن جاية من اللقب ده برعة، اللي هو لو انت غيرت حرف الب مع حرف الف، والاتنين دول بيحصل فيهم اقلاب في اللغات عادي، فهتلاقي إن برعة هي فرعة هي فرعون. رغم ان وجهة نظر الشخصية ان فرعون اللي مذكور في الكتاب المقدس او في التوراة ده اسم شخص مش لقب، مع ذلك ده لا ينفي ان اللقب كان موجود. صحيح احنا في حضارة وثقافة الانترنت واليوتيوب اللي احنا فيها، بقى كل شخص بيكتب اللي في دماغه، وبعض الاشخاص بقوا يعتبروا فكرة برعة او البيت الكبير زي ما كان بيقول ما الكنيسة الاسرائيلي بيحكم. طبعا الكنيسة مش القصر الملكي، الكنيسة هو البرلمان مقر الحكم، لان بلاش اسرائيل كنموذج اصلا، مش ناقصين البيت الابيض في امريكا، البيت الاحمر في روسيا، الباب العالي في الدولة العثمانية. فمقر الحكم هو نفسه بيكون لقب للملك او رمز للملك. وقلنا في حلقات سابقة في التنظيمات الادارية ان كان في نظام الحكم بيرنيسوت بيت الملك، وده كان بيبقى فيه بعض المنشآت الإدارية والموظفين اللي بيديروا الحكومة، وكان فيه معاه برعة، ده كان القصر الملكي اللي بيبنيه الملك في السنة الرابعة، وكان فيه حاجة اسمها بير إنعا، وده كان بيبقى بيت الوزارة وبيحكم منه الوزير بقية الإدارات. لكن في النهاردة هنتكلم بقى عن موضوع اللقب ده من غير مقدمات كتير. الكتاب الرئيسي اللي هنتكلم منه اتكلمنا منه قبل كده، تاريخ مصر القديم للدكتور رمضان عبده علي، أستاذ علم المصريات جامعة الآداب كلية الآداب جامعة المنيا، وكتاب واحد من أشهر الكتب اللي بتدرس في كلية آثار وكلية آداب قسم تاريخ، وهو واحد من أهم الدكاترة اللي موجودين في تاريخ المصر القديم في مصر في الوقت الحالي. يمكن كمان هنتكلم على كتاب من كتاب دكتور سليم حسن، موسوعة مصر القديمة. احنا كنا جبنا منه اللقب ده قبل كده، وشفنا ان هو ظهر في اسماء موظفين كتير، ولكن المراجعة ما فيهاش اي حاجة تضرنا. يعني زي ما قلت من شوية، في عصر الانترنت الكون المعلومة منتشرة بقى اهم كتير من كون المعلومة حقيقية، وعشان كده بلاقي كتير من الناس اللي داخلين يعلقوا في القناة، او بعض الناس داخلين يعلقوا في القناة على عنوان فيديو فبيقول ما اسمهاش فرعونية، اسمها حضارة مصرية قديمة. طيب اذا كان كل علماء الحضاره المصريه القديمه الايجيبتولوجيست كلهم مجمعين ان اسمها الحضاره الفرعونيه، وما فيش حد خرج بره القاعده الا مجموعه الناس اللي بتطلع تتكلم في الحضاره المصريه القديمه على اليوتيوب وعلى القنوات الفضائيه، وهم ما عندهمش اي علم او اي دراسه او اي خلفيه، يبقى المفروض نسمع كلام مين في التسميه؟ منطقي نسمع كلام الناس المتخصصين فيه. هنبدأ من كتاب دكتور سليم حسن، موسوعة مصر القديمة، واللي بيقول: والواقع أنه كان يوجد في عاصمة البلاد مقر رئيس لإدارة حكومة البلاد يسمى بيت الملك، وهو غير القصر الملكي برعة. يعني بيرنيسوت اللي هو القصر الملكي اللي بيتكلم عليه ده غير القصر اللي بيسكنه الملك اللي هو البرعة. وكان في كمان بيت التحريرات الملكية اللي كان اسمه برع أو إدارة القيود، وده اللي كان على رأسه الوزير والموظفين اللي كانوا فيه. بيتكلم عن العهد المنفي اللي هو
الأسرة من الثالثة للستة. كان نظام الحكومة المنفية نظاما ملكيا ثابت الأركان، فقد كان الملك هو القوة الرئيسية في البلاد، وكان القوم يعدونه إلها أكثر منه إنسانا، ولذلك كان يطلق عليه اسم الإله الطيب، وكان قصره يدعى البيت العظيم برع، وقد اشتق منها فيما بعد كلمة فرعون التي استعملت في اللغات السامية، وقد تكلمنا عن ألقابه فيما سبق. وكانت العادة المتبعة أن يقيم كل ملك لشخصه قصرا جديدا، والظاهر أن ابتداء إقامة هذا المسكن الجديد كان في السنة الرابعة من حكم الفرعون. ده رأي دكتور سليم حسن في الموضوع. طيب نروح لكتاب تاريخ مصر القديم للدكتور رمضان عبده علي، وهو كان ليه مقالة مهمة جدا بيتكلم على موضوع برعة واشتقاق اسم فرعون والناس اللي أخدوه، ومقالة تحترم، بس أنا رحت للكتاب بتاعه لأنه أسهل للناس إنها توصله، فاللي عايز يراجع المعلومة يقدر يجيب الكتاب أو يحمله من على النت ويقراه ويشوف ويتأكد إن الكلام ده موجود جواه، عكس ما أجيب لك مقالة قديمة ممكن ما تقدرش توصل للمجلة أو اتنشرت أو ما اتنشرتش. الكتاب ثابت أكتر وواضح أكتر. دكتور رمضان عبده بيقول: لقب برعة هو لفظ مركب كان يطلق على القصر الملكي منذ عهد عصر بداية الأسرات، بمعنى البيت العظيم أو العالي، وزي ما شفنا دكتور سليم حسن متفق معاه. وخرطوش الملك نبرع اللي عرضناه في أول الحلقة كان حاط راسم البيت الملكي، وده من الأسرة التانية. وخرطوش الملك جت أو زت في الأسرة الأولى كان عليه نفس الرسمة. والمبنى اللي عرضناه اللي هو قصر فقيد اللي موجود في المصطبة اللي موجودة في اسمها ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، مش في سقارة التانية دي، المهم مصطبة قصر فقيد اللي شفناها فيها نفس شكل البيت الملكي. حاجات كتير بتأيد ان هو كان موجود في عصر الأسرات الأولى، وان هو كان مهم لدرجة ان اسمه كان مقترن باسم الملك. يعني اذا اعتبرنا ان الخرطوش ده اصلا جزء من الكتابة، فيبقى قصده برعة كذا، ما هو راسم القصر الملكي والقصر الملكي اسمه برعة، فيبقى مثلا الملك ده اللي عرضنا خرطوش ونبرع يبقى اسمه برعة نبرع، برعة جت. فممكن نفترض من الكلام ده ان الملوك في الأسرات الأولى كان بيتقال لهم برع. نكمل: وكان يقصد بالبيت العظيم والعالي القصر الذي يسكن فيه الحاكم أو الملك، والذي كان يجب أن يكون مميزا عن بقية البيوت المخصصة لكبار رجال الدولة. كما كان يطلق على القصر الملكي منذ هذه الفترة لقب آخر، وهو بيرنيسوت بمعنى البيت الملكي. بمرور الوقت أعطي اللقب الأول مدلولا أشمل وأكبر الذي يطلق على القصر وساكنه في الوقت نفسه، مثل التعبير الذي عرف في العصر الحديث أثناء الحكم العثماني وهو الباب العالي، أو حاليا البيت الأبيض أو قصر الإليزي الذي يعبر عن قصر الحاكم وبالتالي عن السلطة الرسمية للدولة. ولم يطلق المصريين القدماء لقب برع على بعض الملوك إلا بعد ذلك بمدة بعدة قرون، وعندما أطلقوه على بعض ملوكهم فهذا لا يعني أنه كان حاكما جائرا أو صاحب سلطة غاشمة، بل كانوا يقصدون من ورائه معنى ساكن القصر الملكي، أي صاحب السلطة الشرعية والرسمية، أي الملك نفسه. ولم يطلق لقب برع على أي ملك من ملوك الدولتين القديمة والوسطى، ولكن ظهر بكثرة بمعنى القصر الملكي في نصوص الدولة القديمة، وظهر أيضا في بعض نصوص الأسرة الثامنة عشر بمعنى القصر الملكي وبمعنى الحاكم في خطاب من عهد منحوتب الرابع، وكان يرجع أصله إلى عهد تحتمس الرابع، منحوتب الرابع اللي هو إخناتون. بيوضح: ظهر هذا اللقب بمعنى القصر الملكي في ألقاب بعض الشخصيات الذين كانوا يعملون في القصر الملكي في وظائف مختلفة تربطهم بالقصر الملكي في هذه الفترة. فمثلا ظهر اللقب في الوظائف الآتية: طبيب القصر، كاتب القصر، مشرف حدائق القصر،
حارس القصر، مصفف شعر في القصر، مغني القصر الملكي. وجاء ذلك في نصوص اللوحة التي تخص أمن إمستاب، ده اللي هو قصده بيها، اللي هي اللوحة اللي من الدولة الحديثة. في قصائد معركة قادش لرمسيس الثاني، وفي مصادر أخرى الملك رمسيس من الأسرة التاسعة عشر بالتسمية برع، ذكر بالتسمية برع أكثر من 50 مرة، وكذلك إلى ولده مرنبتاح أكثر من مرة. وفي عهد عصر الأسرة التاسعة عشر نفسها أطلق لفظ برعة على حاكم أرض مصر، باعتبار أن الملك أو الحاكم هو سيد الأرضين، الوجهي والوجه الوجه القبلي والوجه البحري، أو سيد الأرض وهي تحت حمايته، ولهذا يقال تا برعة بأرض القصر العظيم، بمعنى أرض الملك أو الحاكم، أو باتا إن برعة، وهي تدل على المعنى نفسه. وظهر هذا اللقب بعد ذلك في الخطابات التي ترجع إلى نهاية الأسرة العشرين، وذلك دون ذكر اسم الملك صراحة، وذلك في أكثر من 13 خطابا. ولكن من المعروف أن المقصود بهذه التسمية هو الملك رمسيس الحادي عشر. وظهر هذا اللقب مرة أخرى في عصر الأسرة الحادية والعشرين في ألقاب بعض رجال البلاط الذين كانوا يعملون في خدمة الملك بساونس الأول، بمعنى القصر الملكي. وعثر على هذه الألقاب منقوشة على الكتل التي عثر عليها في مقابرهم في تانيس. ولم يستخدم هذا اللقب أمام اسم الملك في النصوص الرسمية كلقب بمعنى صاحب السلطة أو الحاكم إلا ابتداء من عصر الملك شيشناق الثاني من عصر الأسرة الثانية والعشرين. ده أول واحد سمى نفسه باللقب كامل. فأنت قبل كده يا بتقول للملك يا بتقول برعة، يعني بتقول يا رمسيس الثاني يا برعة، لكن برع رمسيس الثاني على بعضها التركيبة بالكامل دي ما ظهرتش بشكل واضح إلا في الأسرة الـ22 مع الملك شيشناق أو شيشانق. وظهر بعد ذلك أمام أسماء بعض الملوك من الأسرة الـ25 اللي هم كانوا جايين من النوبة، والـ26 والـ27 والـ30 من أمثال تهاركا، بسماتك الأول، بسماتك الثاني، إبريس، أمازيس اللي هو أحمس الثاني، دار الأول، وده كان ملك أجنبي جاي يغزو مصر، قمبيز غزا مصر، وبعدين دار الأول أخذ الحكم بعد المشكلة اللي حصلت بعد موت قمبيز. فالمفروض دار كان بيجامل المصريين، فأكيد لما يحط جنب اسمه لقب مصري ويعمل لنفسه تمثال عليه التاج المصري اللي هو تاج الصراخ او تاج الهمهم، فبالتأكيد هو كان بيجامل مصر ساعتها، فمش هيستخدم حاجات هما ما كانوش بيستخدموه. كمان الملك نختنبو، الملك تيوس، ونختنبو الثاني، وخباباشا، وامام اسماء بعض ملوك البطالمه زي الاسكندر الاكبر والاسكندر الثاني وبطليموس الاول، بطليموس العاشر، بطليموس الثالث عشر، وامام اسماء بعض اباطره الرومان زي اغسطس وكلاوديوس ونيرون. برضو من الالقاب اللي كان بيتكلم عليها اللي هي الالقاب الناس اللي شغالين في القصر، مدير مراسم الملك، مدير فنان القصر الملكي، مدير صناع القصر الملكي، مدير خزانة القصر الملكي، كاتب القصر الملكي، وكلهم كان برعة، كلمة برعة جزء من التركيبة. وعرف هذا اللقب فيما بعد في القبطية ببيرو، وفي اليونانية بوبو رو، ثم حرف العبرانيين اللقب إلى برعو، ثم إلى فرعو، وأخيرا وأضاف إليه العرب نونا أخيرا ليصبح فرعون. هو هنا شايف إن فرعون اللي في الكتاب المقدس وفي القرآن جاي من لقب برعو. وإن كنت أنا بختلف معاه في النقطة دي، فده لا يمنع إن دي وجهة نظر لابد من اعتمادها، بدليل إن هتلاقي من المرشحين اللي أنا حطيتهم في القناة لشخصية فرعون كان رمسيس الثاني، كان مرنبتاح، كان في الملك بيبي، وملوك مفيش في اسمها تركيبة فرع اللي انا بعتمد عليها في الحلقات الاخرى،
ده دليل ان دي وجهة نظر يعتد بيها وليها جانب من الصواب، يعني ليها حظ وافر من الصواب. ما ينفعش نيجي نقول لا مش كل ملك مصر ينفع اقول له فرعون، لا كل ملك مصر ينفع اقول له فرعون. وقد جاء هذا اللقب في آيات القرآن التي تحدثنا عن فرعون الذي عاصر سيدنا موسى عليه السلام، والذي يعني في هذه الآيات ساكن البيت الكبير أو العالي، أي القصر الذي تدار منه شؤون الدولة تحت مسؤولية الملك صاحب السلطة الرسمية في الدولة، أي الحاكم المطلق. من بلاغة آيات القرآن الكريم أنها نقلت إلينا لقبا كان معروف في نظم الحكم المصرية من أقدم العصور وفي أيام سيدنا موسى عليه السلام بالمعنى نفسه، أي صاحب السلطة الرسمية في الدولة، بما اتصف به من صفات ذميمة في عصر سيدنا موسى. دي كانت وجهة نظر. اللي يهمنا في الموضوع ان احنا نعرف ان القصر الملكي اللي واقف فوق حورس واللي فيه اسم الملك النبرع كان اسمه برع، اي البيت العظيم، والملوك كانوا بيقدروا التسمية دي من اول الاسرة الاولى، وزي ما احنا شايفين الملك نبرع من الاسرة التانية حاطط اسمه في خرطوش على شكل القصر الملكي عشان يوضح ان هو الملك. فالارتباط ما بين القصر الملكي وما بين اسم الملك المصري موجود من عصر الاسرات الاولى. علميا يجوز ان احنا نسمي الاشياء بالمشهورة بيه، وعمليا كان في عدد كبير من الملوك المصريين اطلقوا على نفسهم لفظ البرعة، فنقدر نقول عليهم البرعين او الفرعين بإقلاب الباء والفاء بشكل واضح جدا. الهدف من الحلقة زي ما قلت في البداية هي تصحيح كلمة حقيقة وسط آلاف كلمات الكذب المنشورة. ملوك مصر اسمهم فراعين، الحضارة المصرية اسمها الحضارة الفرعونية، هم ده لقب هم اختاروه من أول عصر الأسرات. زي ما قلت لفظ الملك نبع احنا بننطق الحرفين اللي في النص بس، اللي هو الرع والنب نبع بس بننطق، لكن لو نطقناه كله على بعضه وقلنا اسم البيت معاه هيبقى اسمه برع نبرع، الفرعون نبرع. الأمور زي ما قلت تبقى واضحة جدا، أبسط المفاهيم العلمية بتصححها، ولكن الانتشار بيغلب المعلومة الحقيقية دايما. مش عايز أطول عليكم، أتمنى أكون فدتكم بمعلومة جديدة، وإلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.